تعليمته أو دورة دحوح يري لح بقوله أردد بقول له أنا امتحان كي يجي قصي وأبى الله يابي أنا مرّم بعمل سواء بين وزيركم أشياء كذا وكم مدرين أنا ما حنسق قاتب بين هذا الكتوسيس هدول جلوا لح بقوله عيب يسموه يوحنا مال ديسان يا ندام كتجي ومال عاد أركي سين مال ده ويد بوي عن أركي فيديو امتحان لحظي أو لشوفك قد بناه ومال بط لشوفك دراي مرك وح صح إن أنتم كتجي وح غلط قاتب مجرو ودلام ديد ويا فدلال ديد ويا وحاس هل جاي سنينا رنت الله يسوع إيمانيا قبل كوارد عي دولة هذا الجوك وقت جد وصويا رانيا وحي الغندون إله باء أب عبدا بالسكود الدنيا هاي أنا جا كملة أن الكود الدنيا هاي وحاس صح إن لقاته وكهذا الله وحي كسب بحي دونا إله ما كسب جينا لا توكلنا مركي أي نما تصنع كان وحي أنت كورس سبع اسمك راه كما هرت جينه واسو جينا لكن كالسوني قوى حاول دويد وورد سان عيال مركي يردي هواب هلا ما انا خمر ايوب علي الصديق قال انا واسيو قال واحد ورين سان ميل بان سو خرين ان لين دي سان لبناني فلسطيني هذا اليس هذا يرب ميشي ما جوغو كل يد كو واتن كغه بح ان كو بسلاده او مجوره مركا كبعد هذا طلبات مش او ايسان ولا اعتراف سن امس الدولان كاعتراف نواقي نوع اعتراف وي بوحا هذا شيخ شيخ ما هي وحا بقايا قار كود ان لي سورتاغو لكن وي بدناي انت اعترافك او شهادتك لو هادي كرو وأنا اللي أبي هاي أنا وأنا من سنة هاي يورب تان اللي وارد هذي لا تقول حتى إن اللي وهي لأن هذا يورب مال وارد أمم هذا فيروس كأنا جاوا كروم هذا قف قف عليك ما أعرف أنت أنا جاهم بقى عليه كون كلمة بقى يان سنجي أفكار نو يسكت ورا حد مركا نو هذا هو بالله من هاي مركا واحد يلي سان كل سوني قبى كل يسكو غرة جام على هاد مركا نما يسان هذا يسكو لرشي بتاني دوك منشورة هذا كوا كله ولما نو حمك كتلنا يا وحباب بدها في فوقها هذين الملات علين توصل صغيسو way kamitaay Kenya iyo Uganda iyo ay kamitaay Ethiopia iyo meelahan taga waxa baranaysa luqad kale oo Trans Africa ninka Kenya wax ku bartaa sawaxilna waa baranaya sawaxilna waa lingua franca oo Afrika oo dhan oo waa lagu wada hadlaa soo moog sawax dad laga hadlaa ismaayo laga hadlaa jumada hoos dhan waa laga hadlaa magciisa waa laga hadlaa Ethiopia laftigeeda ninka af Soomaaliga bartaa dawa dawayno muxuu ahaa qariib kuma noqonayo af Soomaaligu baranaya marka waayo aadaysa ninka Turki aadayo af Turki xagee laga hadlaa أنت جاي أنا تركيا هل ميلو تبلا عربي كيال أما إنجليز كيال والله أنا عربي وح أكون يا الجوح لك إنك إنه دب عبد الله ما كيال مركا أنا يعني نقول تلينا يا كلسوني كلسوني هل كود دكت وأنا إنه بلن أنا واجوجنا هدي لها إدمو إن كان وين أوجان دونا نيجا كجرا إن ملك الأداء ما جبت شهادة لقيت أنا سولا أي برنامج لقيت أنا سولا أي وأنا لور لما عدا يدو جالن جيجا ودا هرتا وحكت كنت مشي جوجا مركا كبعد بالله سكتر سمايا وعلى كلا بسم يا هذا هو الله يسكون اسمه يا دبي شيء سند سؤاله ولي وادي مانتا دستور كنا ولي وادي مين مارك حنا لا مستمعين دولة يا بكرة تتو برايم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام يا كورانكا نوره ريو بدمية برلمانكا بن عبد الرشيد مدحوين يوه ريو بنت لان سنة عبد الرحمن فرولة وسير كوح برشاد عبد الله والدين تا أردت قلن شمين إيسا لما أنتك ميشة شوغا وإنسلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأمالي ونأكسن مركا كواد وحن لأيه همبليو أرضا ده خير جنبول يا أفر بقولي كنتن يا أفر تاه ما أنت هل كان كقلن شيء من إيسه وبقول يسديتني إيشان كم مديها أي قبل يهين ولو أكو هسنا يا بقول كي بكونتن لكن وترفع عن هم بلي أيان ذي الله هاي وحن دين رتشين يا المستقبل وانا أحسن يا دلال وانا أحسن بان دين رتشين يا قيب كم مدن نلشين يا ما أنت جنودين قيب كلو مهمة أيان دين بلا ما إيسه وهو حبر الشوكلة يا شقو يا دلال وين أيان الدين رتينيا إذا كنت هاس أيان إنه كرد الدارميا وحن كفر أحسن هاي أنا بروح هاي بو إنا أنا هاي بهذا جنبور وأنا كفر أنا يا وحنا ها دفع دي وجوه الرئيسية جنبور قشي سديتني يكو سديتني يلا بي. إن كستو وياه يدروفوه مركز دمجاك حيان أنا ولي أرضيه boordan baan ahaa waa seexan jiray marka wuxuu ahaa dugsiga sare ee kaliya ee ku yaala gobolka Nugaal ay ku jirto gobolka maanta loo yaqaan Sool laas aanu iyo talee ay ku jiraan dugsiga sare ee kaliya ee gobolkan ku yaal buu waxa baa jiray Puntland hadii la eego waxa jiray oo kaliya Umar Samatar iyo college-ka qaxdo dugsiga sare ee saddexaad ee gobolka Puntland maanta loo yaqaan ku yaal buu ahaa maanta waxaan filayaa Nugaal kaliya inay ku yaaleen in ku dhow dugsi sare oo 3 dugsi ah taa farxad bay tahay
وحكروا فرحدي إن وحبرشدة كثر الشغيل وحلي جي مدحوين عبد الرحمن فرعون لا بكون يسقالي لا بكون يصدق حيث وأنا أنا وسيرك وحبرشدة أدمي تاسنا شرفي وطيع كفر أحسن هاي سنة كي كواد وان سكول كوحبرشدة وسيرك نقضنا بقول يصدن أرضي بقى كقلن تبيسي والله بكلي إيه كان توان قرانا يا بقول بعد عي سنة كا أمديك كان تي سنة كواد مركا أنا قوم يشمي ما أنت وبقول كنت أنا أفر ما قرانا يا أنت إيه كان تي أنت يهين لكن وحنا وجه سنة كا سنة كي كحجي إن أي كنتن أرضي إيه كان تي وسكول كو أو آد أسميني هرمر مركا تاسنا وحوي وشرف وي جودهان وحنا ربا إن إدين دول مرو ويدينا رجيو وناك كالسونينا آتكو قبطان وحبرشادة يالنولوشا يوحاد قعانتكو هايساتان وحبرشادة بنت اللانا وحكسو الصوماليا لقد ديريو وحكسو لقشيو هرمود بيكتا لابكون يصدح يطبان كي شروينا وحبرشو ايال لقو قبطي مقدشو يونيسكو يونيسيف يبابابولي انو وفتقي وحان هقاميني بنت اللان هل كاتجي وحلو جهل دي وحبرشة الصومالية يسيد اللي جيي لها مريم قاسم أيها هيد وسيرك وحبرشة دولة فدرال كحلقة دوت ديرو هل كاتنا عادي وحلا سلقة تي منهج كوحبرشة ابنت لان اللغة تو موضل اللغة تو يسجل لغة تال الصلاة مريم قاسم بسوي شيء رسي وحيلي هاي مركز دم حلف كوي ذي بيكمل هاي تاسي وحيل هاد لبكون يصدق هي طبعا كي حتى أول تشوجه ووسير عبد الله ووسير ذي هاي وكوفيد كل عاي بنت الآن وماشة كلية وأخبار شذي أي أردو أونلاين أي كوغاتين وأنا وسارة كلية أي أفريقيا وأخبار شذي أونلاين أي قصي أفريقيا هذا هدير أي نتوجنا جلاس ككواد إلى يو جلاس كأن أفراد يدوبس قصرة ayaa duubistii soo waxay ka socotaa xarunta cilmi baarista ee BDRC oo noqon doonta in dhamaan waxbarashadu dhameey online noqoto marka wax kasto oo dayraha oo la sheego wax kasto oo daliilaha oo la sheego waa systemka ugu wanaagsan ee maanta Soomaaliya ku jira taa waxaan uga jeedaa kalsooni horta inaad ku qabtaan waxbarashada iyo waxaad haysataan marar badan waxaad maqashaan doodo ku saabsan dawladda federaalka ah iyo dawladda Puntland wasaaradeeda waxbarashada oo ka hadlaya وحبرشضة إيه وحيالها ما ركتي ليس كهاي لكن حلقة يجي أن توقن ماشا وحيات وصاردة وحبرشضة ماشا كليو اللي مديه سياسة ديضا إيه منهج كيضا إيه امتحان كيضا إيه شهادة ديضا إلا سديد بقر أردين وحبرشضة لغدري ما أنت أي منهج كيلا قشق غيني يا دولة دي حي فدرالك لكن وحيات شتعقب ده مروا البابا دولة دي حكا إيمان إيسا وها شهادة وحل حريرة تاسنا ويسك سعونيسا وحل يسك سياسدين ايو وحشيرية وحان ربا إن أيضان مرنا كون يتشبين يو يوتنك سياسدين مركز تكدع آيامورها اللحريرة وهذا أمتان وحاد حيستان كون كرسوناتان دفاعاتان وحان ددكا لستي ددكا إلاشانية ددكا كو كرسون وانا مصب الكيني بريتو مركز تانا وحان ربا إن أدمارك تي أد مسكح لكو حيستان حل بايد سارن دمانتين ويدي كسارن ماركتي دولة ديسكا يا غران ديسكا وحين سوق كردستان مركا انتا سارن كرد دار ميا خير ايا نيدين رتين ايا وحن كسور دوين ايا وسيرك وحب رشالة وسير عبد الله هذا انا خلدين بروتوكول رنتي وحين النهاي هرمودك وحن اوران كرا جيسك افريكا مرخانتي أدونك إن أقوم مرخانتك عي مرآن فوقين COVID-19 ظروفه إن أدونك براي إن أي دولة دينايال أي بنت لانه أي أفريكا أردن كوه قامسي قاب كي أي نكاك قدونة قدونة COVID-19 سيدا وحد الشيغي جوحانا حرون تا BDRC وحا كسو عطر لما يسترك انتي كالي وحان قبانا إنا أو آن أحاول قلي أو حتى بلابانا إيا فصل كواد الدوكسيغا هوسة إلى فصل كالتضباط فصل كواد الدوكسيغا سرى إلى فصل كالسدحات معنى هذا وحوية هاي منهج كبنت اللان أردن وحان أدياران إنا alternative way وحلو برانكارو سيكالي أو حلو برانكارو الدون كعيدنا مقياسين
halka ma soo dhigan fayraska aad aragteen baa adduunka disturbaniska iyo qalaanqalka intaa la gelinaya adduunka cid ku fikirtay ma jirto. Wax kasta waa dhici karaan. Waxaan rabnaa inaynu marka ku talagalkeenna iyo u diyaar garowgeenna habkeenna waxbarashadu uu ahaado mid aan lumin, mid authentic ah, mid aan khasaarin, mid ardaydu ay ku socoto darajadooda iyo kalaas koridooda ay socoto. Waxaad ogtihiin dalka dariska aan nahay ee Kenya sanadkan waxbarashadii gebiba waa la hakiyey, gebigeedaba waa la hakiyey. Waxaa la furayaa sanadka dambe arday waliba halkii uu joogi jiray buu joogayaa. Wax qalin jabinhii ma jirto. Innaga Ilaahay wuxuu inoo sahlay inaan qalin jabintii iyo imtixaankii shahaadiga aa qaadnay. Ardaydii reer Puntland ee 5,447 arday oo u fadhiistayna ay si siman u qalin jabinayaan 544 arday nasiib gaar ah baad runtii yeelateen oo ardayda Puntland ka gaara. Waxaan rajaynayaa 5,447 arday inay si siman ugu guulaystaan maalin dhow oo aan fogeyn bisha 10-keeda iyo 15-keeda inta u dhaxaysana. Waxaan ku dhawaaqi doonaa natiijadii imtixaankii shahaadiga ahaa ee aad gasheen ee dhowaan dhammaaday. Waxaana dhammaantiin rajaynaynaa haddii ee iyo 2 ee iyo 3 ee iyo ay jiri jirtay 4,544 ee baan u rajaynaynaa. Waxaad markhaanti ka tihiin ardayay imtixaankii sanadka aan qaadnay. Markii aanu assessment ku samaynay iskuullada wareysanay ardayda wareysanay inuu ahaa imtixaan u qalma xaaladii aynu ku jirnay, runtii iskuullada oo dhan iskuul waliba waxa uu lahaa iyo ardayduba ay lahaayeen waqtigii ugu wanaagsanaa, imtixaankii ugu wanaagsanaa oo waqtiga iyo taymkaba u qalmayay baa qaadeen. Wasaaraduna arrintaas aad bay uga shaqaysay. Waxaan rabaa inaan halkan fariin ka diro. Waxaad ogtihiin adduunkii weli kama soo kaban dhibaatadii coronaviruska, weli waa jirtaa. Isu socodkii caalamku weli waa xanniban yahay. Scholarshipskii iyo wixii aynu rajaynaynay caalamka aynu ka rajaynaynay dibudhac baa ku imanaya. Waxaan rabnaa Puntland waxay leedahay 13 jaamacadood, madaxdeediina way fadhidaa. Mada fariinta aan dirayaa marka waxa weeye waxay tahay mid aan u dirayo maamulada jaamacadaha kala duwan ee 13-ka ah. Maamulayaal, guddoomiyeyaal, waxaa laydinka rabaa sidii aad ugu diyaar garoobi lahaydeen 5,454 arday oo maanta dalkeenna ka soo qalin jabiyey jaamacadaha ay sugayaan first, second and third priorities. Waa idinka cid kale maaha. Waa in aan iimaansannaa oo aan ku talagalnaa jaamacadaheennu waxa ay inoo hayaan diyaar garowgeedina waa in laga helaa jaamacadaha. Tirada ugu faraha badan oo aan isleeyahay inaan cidnaba laga tegin waa inaynu sanadka kan hoos garaynaa. Waa in aynu u diyaar garownaa sidii ardaydaas aynu u meelayn lahayn. Ogaada weli adduunku waa kala xidhxidhan yahay. Bishii 8-daad baynu maraynaa bisha 9-aad waxbarashada sare inay bilaabatay ahayd. Adduunka weli kama bilaabmin. Innaga jaamacadaheennu hadda waa furan yihiin. Ardaydaas waxaan ku dhiirigelinayaa inay iyaguna iimaansadaan oo ay jaamacadahooda dalka aaminaan. Field aan laga helayn ma jirto jaamacadaheenna. Dhammaan waxa adduunka laga barto waa yaaliin, waa laga helayaa, waa tayaynaynaa, waa hagaajinaynaa. Haddana wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare sidii ay xoogga u saartay waxbarashada aasaasiga ah waxaa ku talagalkayagu yahay hadda wixii ka dambeeya inaan u soo jeesano waxbarashada sare. Jaamacadaha waa ku soo maqannahay, haddaba ogaada waa idin ku soo maqannahay. Xisaabtankii waa idin imanayaa 5,454 oo arday. Maalinta aad position wada siisaan fisha kormeerka wasaaradda waxbarashada iyo la xisaabtanku inuu idiin iman doono insha allah. Fariinta labaad ee aan dirayaa kale waxay tahay oo wasiir juxana halka ka sheegay systemkeenna waxbarashada inaan ku kalso waa mid aynu inagu dhisannay, waa mid aynu aaminnay, waa mid dhammaan shacabka Puntland ay ka wada qayb galeen. Manhajku waa manhaj diyaarsan, waa manhaj heer sare ah, waa manhaj laga qayb geliyey oo ay ka tala bixiyeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada.
aqoonyahan haday ahaan lahayd madax dawladeed haday qaan ahaan lahayd jaamacadaha ahaan lahayd culimada shacabweynaha xataa waxa laga tala galiyay ogaa ciidamada waxa laga tala galiyay qof kasta kalluumaysatada qof kasta oo Puntland oo la filayo aqoon iyo bulshada oo dhan way ka qayb gashay tala soo jeedintii ka bacdi waxa ka dhalatay in manhajka la diyaariyo oo qalfoofkiisu diyaaray diyaarsan yahay hadda waxa aan proof reading-kii iyo halkii ugu dambeeyay noo maraya inaan daabacno fasalada koowaad iyo fasalada afraad ee dugsiga hoose shanaad iyo sideedaad bisha soo socota loo fadhiisan doonaa secondary-na waad yarina waxba yaan lagu kadsoomin yaan waxba laga soo qaadin sidii Juxa uu sheegay barnaamijka siyaasadeysan ee waxbarashada dalka meel kale laga keenayo ballan waxaan nagu ah dawladda Puntland annaga oo ka turjumayna ardayda reer Puntland ee inay shahaadadooda helaan inaanay dhulka u dhicin reer Puntland ka soo jeedaan way jiraan waxay idin muuqataa caalamka iyo madaxdeeda iyo kaalmaha ay ku leedahay sanqab qarno iyo Soomaaliyeed haddii jirtaba sidaa daraadeed waxa aan rajaynayaa himilooyinkeena iyo ahanka aan leenahay reer Puntland haddaynu nahaynaan xaq jirin sideedaba mid ogaad dadaal baa meel lagu gaaraa waxaan hubaa haddii aad dadaashid ilaahayna wuu kula garab garayaa niyadaada wanaagsan in himilooyinkaaga maalin maalmaha ka mid a aad xaqiijin doonto madaxweyneyaal baa hadda fadhiya waxaa laga yaabaa haddaad maalin la yara fadhiisan lahayd madaxweyne ma taariikhdaada iyo noloshaada iyo halkaad waxbarashada ka soo bilowday iiga waran inuu kaaga warramin lahaa caqabado badan iyo meelo badan uu soo istaagay ila maaya xag intuu imanayay inuu noqdo madaxweynaha dowladda Puntland sidoo kale aniga waxaa dhici karta haddaan taariikhdeeda idinka soo warramo iyo maanta halka aan stabta aan soo istaagay checkpointka aan taaganahay waa ii muuqataa aniga hadda meeshaan uga dhaqaaqi lahaa ilaa idinkiina dadaal baan samayn doonaa waana gaadhi doonaa idinkana dhalinyaro waxaa la idinka rabaa inay idiin muuqato himilooyinkiina iyo hankiina meeshaad u socotaan waa gaadhi doontaan aydaan iyo jabin hadal kasta oo cid kale ay tidhaahdo Puntland idina waxba kuma yeeli karto kuma yeeli karto waynu isku tashanay dadaal baynu samaynay dalkeenni horumar baa ka socdaa waxbarashadeenni way iftiintay oo horey u socotay waxa kale inoo hadhay amnigeenna iyo horumarkeenna kale inaan ka shaqeyno idinka waxaa la idinka rabaa ardayay inaad dadaashaan qaybaha kale ee waxbarashada ee uu maanta ugu baahi badan yahay dalkeenna inay idinka soo baxaan saraakiishii amniga dalka gacanta ku qaban lahayd ee ciidamadeenna hogaamin lahayd hadday booliis tahay hadday military tahay hadday nabad sugid tahay inaad ka soo baxaan dhaqaatiir badan waa leenahay administration badan waa leenahay iyo injineeradii hadday wadooyinka tahay iyo hadday instructionka kale guryaha iyo dhismayaasha magaalooyinka tahay baa inoo dhisilahayeen waxaan isfaraynaa aan idinkula dardaarmayaa innaga waxa inoo tahay dadaal idinkana waan idiin hambalyaynayaa ilaahay idinkii waxaan ilaahay idinka baryayaa inaanu tacabkiina khasaarayn idinkii waalidkiinba qof kastana waxa uu ku taamayo uu ilaahay siiyo cid kasta oo cadow ku ah danaha Puntland waxaan leenahay lala hadhiyo waxa nala hadhin annaga hore baan socaynaa Puntland ha waarto Puntland ha guuleysto idinkana noolaada walaalayaal maasantay.